وزملائي المرضات والمرضين، لأن التحديات الاقتصادية الصحية والاجتماعية صارت كتير كبيرة عم بيواجهها القطاع التمريضي، ولأنه خسرنا عدد كبير من مرضاتنا ومرضينا الكفؤين بسبب الهجرة، لازم نعلي صوتنا تيكون مسموع. كنا دايما ندافع عن الناس والمرضى، اليوم إجا دورنا تندافع عن حقوقنا بالتفاوض مع شركائنا تنلاقي سوا الحلول لهالواقع الأليم. اليوم بدعيكن تنوقف سوا وقفة مطلبية نهار الثلاثة 14 كانون الأول الساعة 11 بكل لبنان تحت شعار بالصحة ما لازم يصح إلا الصحيح، معا لإنقاذ قطاع التمريض. قوتنا باتحادنا. صباح الخير دكتور ريما. صباح النور. أهلا وسهلا فيك بصباح اليوم. مثل ما شفنا هلأ بالفيديو نهار الثلاثة ب 14 الشهر في تحرك لألكون، لا تقولوا أنه بموضوع الصحة يكفي. اليوم نحن صرنا سنتين، يعني الصحة على كل المستويات تعاني، القطاع التمريضي يعاني، القطاع الطبي يعاني، الأدوية فيها مشاكل، المستشفيات فيها مشاكل، معاشات الموظفين فيها مشاكل، في هجرة غير مسبوقة للأطباء، في هجرة غير مسبوقة للممرضين والممرضات، وكمان اليوم حتى صحة المريض صارت بخطر. يعني أنا أعلم من كثير من الممرضات اليوم بلبنان هن بيشتكوا أنه اليوم حتى العناية الصحية ما بقى مأمنة على كل أوجهها. شو بدك تخبرينا أكثر عن هذا الموضوع؟ صباح النور، وأنا بتشكركم لاستضافتي اليوم. يعني بعد يومين مثل ما قلت بالفيديو نحن داعيين لوقفة مطلبية، هي هالوقفة اللي رح تكون يوم الثلاثة ب 14 كانون الأول الساعة 11 بكل لبنان. هالوقفة اللي هي بتختصر معاناة هالقطاع التمريضي اللي صار له سنين عم بيعاني. يعني من 2019 لحد اليوم تقريبا 2000 مرضى ومرض هاجروا الوطن وهن من أصحاب الكفاءات وذوي الخبرة، وهيدا الشيء أكيد رح يكون له تداعيات ورح يكون يعمل خلل بالنظام الصحي، وأكيد رح يكون مثل ما قلتي عنده تأثير على جودة العناية التمريضية. يعني بالوقت اللي كانت المرضى عم تهتم بستة أو سبع مرضى، لأنه صار في نقص صارت هالمرضى عم تهتم بعشرين مريض. صحيح. هالشيء عم يخلق لها ضغط نفسي وضغط جسدي لإلها، ومشان هيك المرضين عم بيقولوا انه خلص كفى ما عاد فيهم يتحملوا. ولاحظنا من الناس اللي عم بتهاجر انه هن ناس عندهم اولاد، وهذا شيء جديد، لانه طلبا بتعرفي نحن اللبنانيين بنحب نعلم اولادنا وبنحب نسقفهم، وهن ما عادوا قادروا لا يفوتون على المدارس محترمه ولا جامعات. فمشان هيك لما نلاقوا ظروف عمل سمحت لهم برا انه يروحوا ويقدروا يعيشوا عيشه كريمه ويامنوا التعليم لاولادهم، فمشان ومستقبل افضل هن اللي سافروا. فانا بحيي كل الناس اللي باقيين هون للمرضات والمرضين، واللي كرمالهم اليوم عم نعلي الصوت لنحافظ عليهم حتى هن بدورهم يحافظوا علينا وعلى صحتنا. دكتور الوطن كل هاليد الكفوقة هالشي رح يأثر أكيد تأثير سلبي. دكتور ريما، هيك سؤال اليوم صغير، اليوم معظم يعني المستشفيات بطلت، يعني عم تاخذ اليوم شركات الأسورانس بتاخذ فريش ماني، المستشفيات لأي مريض بياخذوا فريش ماني، وكمان اليوم المؤسسات مثل الضمان والتعاونية اليوم صارت كتير محدودة القصص اللي هن بيغطوها. اليوم هل هيدا الشيء ممكن إنه كون المستشفى عم تاخذ مصاري فريش وكاش، هل هيدا من الممكن انه ربما يحسن وضع الممرضين والممرضات بالمرحله المقبله وتتحسن معاشاتهم؟ مثل ما حضرتك اشرت اليوم معاش الممرض او الممرضه لا يكفي، يعني يندفع فيه اجار البيت او حتى فاتوره واحده للمازوت او الكهرباء. شو حيصير بهذا الاطار؟ هل في نقاش جدي حول هذا الموضوع؟ صحيح، نحن مشان هيك هيدي الوقفة لحتى يصير في نقاش مع المعنيين، وبقصد بالمعنيين هن كل المعنيين بالصحة، من وزير الصحة، نائب المستشفيات الخاصة، نقابة الأطباء، وزير العمل، وزير حتى التربية والتعليم العالي، لنتناقش ولنتفاوض انه صحيح انتم عم تاخذوا فريش دولار، كمان بهمنا تحسنوا اجور للمرضات وللمرضين، والا حيفل كثير عالم بعده ما رح يبقى حدا منهم بلبنان. صحيح. يعني اليوم صحيح، يعني في بعض المستشفيات بادرت تعطي نسبة مئوية من معاشات المرضين على 3900
لحد على هلا. 3900 دولار، وفي منهم عطوا بالدولار بس لانه نعم اجاهم مساعدات من برا. فنحن طلبنا انه اكيد المستشفيات ما عاد فيها، بس يطلبوا سبل دعم مالي ويجي بالفريش دولار لحتى يعطوا نسبه مئويه للمرضات والممرضين، لحتى يكون معاشهم. يعني بتعرفي اليوم يستحي الواحد يقول انجأ 1,500,000 لمليونين، هو صحيح بيطلعوا يعني هلا على الدولار انجأ 40 و50 دولار، ما بيعملوا لهم شيء مثل ما تفضلتي وقلتي. فاذا بدنا نساعدهم ونخليهم هون، كمان بدنا نعطيهم بالدولار، وبدنا نأمن لهم النقل، وبدنا نعطيهم حوافز كمان خصوصا مساعدات مدرسيه لحتى يحسوا حالهم انه عايشين براحه وما يفكروا يفلوا، والا بدنا نخسر كل يوم بعد يوم للاسف ممرضينا. طب اليوم كنت عم تحكي بس على هذا الشيء، قد ممكن يأثر سلبا على العناية الصحية اليوم بالوقت اللي كان، خلينا نقول كل 3 مرضى في لهم ممرض أو ممرضة بيهتموا فيهم، اليوم كل 6 أو 7 مرضى عم يهتم فيهم شخص واحد. هذا طبعا شيء يؤثر سلبا على حياة المريض كمان يعني، وعلى نوعية الاهتمام اللي عم بيصير فيه اليوم. يعني عم نحكي عن، وقت نحكي عن هذه المشكلة، هل هي بس بالمستشفيات بالقطاع العام ولا كمان بالمستشفيات الخاصة اليوم؟ النقص بعدد العاملين في هذا القطاع وهجرتهم عم بتأثر بشكل كتير سلبي، وشو مخاطرها دكتور ريما؟ هي الهجرة بتطال كل القطاعات، يعني أكثر القطاع الخاص من القطاع العام إذا بدك، لأنه القطاع الحكومي عندهم مثل عقد وسلسلة رتب ورواتب بتحددها وشوي أحسن وساعات عمل أحسن، بينما القطاع الخاص هو مثلا المرضى بتشتغل بعد 42 ساعة بالأسبوع نعم. مع ضغط العمل كمان، لأنه بالمستشفيات الحكومية بتشتغل 35 ساعة بالأسبوع، ففي عند ضغط ساعات العمل وضغط عدد المرضى اللي هو أكثر. هيدا الشيء يعني له تداعيات على الميلتين، أول شيء عليها عم يخلق لها ضغط نفسي وضغط جسدي ما عاد فيها تتحمل، ثاني شيء على المستشفى وعلى المريض، إيه أوقات معقول يكون عنده تداعيات سلبية على جودة العناية التمريضية وعلى جودة الرعاية بشكل عام. في بعض المستشفيات مثلا سكرت بعض أقسام وجمعت الطوابع مع بعض. نعم، وجمعتهم مع بعض. في بعض المستشفيات عطت زادت عدد المرضى للممرضين، وبعض المستشفيات حتى الممرضين اللي عنده هن مسؤوليه مثل مانجر كمان شغلتهم حتى يقدروا يساعدوا كمان الممرضين على الطابق وليقدموا العنايه التمريضيه الجيده. أوكي. فبعض المستشفيات اكيد عم تعمل حلول، بس هيدي حلول وقتيه، يعني منا حلول ما بيصمدوا فيها لوقت طويل. طب دكتور ريما، هيك سؤال اخير اليوم، نحن كمان يعني عم نرجع نسجل ارقام كثير كبيره وعاليه بكورونا مره جديده، ما عم نحكي اليوم عن مدى خطوره هيدا الفيروس بهذا الوضع الحالي، ولكن يعني ربما بالمرحله المقبله نحن بعدنا منا كثير مطعمين، ما عندنا فاكسان للجريب اللي ياخذوه كل المواطنين اللبنانيين، بعده هلا شوي شوي عم ينزل به السوق اللبنانيه. اليوم السؤال، فيما لو تطور هذا الوضع بكورونا، يعني ربما يمكن في كثير مرضى رح يضطروا يفوتوا على المستشفى، ما عم نقول بالضروره يموتوا يعني، بس حيعوزوا كمان عنايه صحيح. هذا الشيء كمان بيزيد الوضع الصعوبة على القطاع التمريضي، صحيح؟ مظبوط، مشان هيك نحن من جمعتين علينا الصوت وطلع يعني وقلنا للعالم انتبهوا، لازم انتم تكونوا واعيين لحالكم. واللي لاحظناه انه 30% من الشعب اللبناني فقط هو اخذ الطعم ضد الكورونا، والبقوي بعدهم ما تقدموا. مشان هيك وزاره الصحه عم تعمل ماراثون فايزر وكل طعومه تتشجع العالم انه تجي تطعم. وانا بدي اقول شغله، لاحظنا انه الناس اللي عم بتفوت على المستشفى اللي هي مع الكورونا، نسبة كبيرة منها اللي عم تعوز عناية فايقة وعم يكون عندها مضاعفات هي الناس اللي مش مطعمة. فإذا الناس اللي مطعمة أوقات كتير فيها تلقط الكورونا، بس العوارض بتكون خفيفة ومحمولة. مشان هيك عم نقول للناس روحوا اطعموا لتحموا حالكم وتحموا كمان المحبين واللي الناس اللي عم تشتغلوا معهم، لأنه هيدي مسؤولية، الصحة هو مسؤولية. وقلنا لهم ارجعوا بليز، ارجعوا احترموا كل
كل الإجراءات الوقائية اللي كلنا صرنا نعرفها من التباعد الاجتماعي، نعم، غسيل الأيدي والطعم، هو كتير مهم لحتى نوقي حالنا، ولأنه اللي بنخسره بالصحة بصراحة ما بيتعوض. دكتور ريما شكرا كثير لك يعني على هذه المداخلة، وطبعا نحن بنتمنى أنه كل الناس تتضامن نهار الثلاثاء مع الجهاز الطبي والتمريضي بالوقفة اللي هن عاملينها، أنه فعلا المرحلة مثل ما هي صعبة على كل اللبنانيين كمان هي صعبة على القطاع الصحي اللي عن جد عليه ضغوطات كتير كبيرة بهذه المرحلة. شكرا كتير لك مرة جديدة.